بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة الموعود من آل البيت المطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. أقرأ عليكم هذا البيان للإمام المهدي لمراعاة الوقت المحدد في اليوتيوب، وحتى يتسنى لنا رفع البيان بأكمله ويتسنى لكم مشاهدته بالكامل. الرجاء استخدام زر الإيقاف وزر التشغيل حتى تثبت الشاشة وتستطيعون قراءة البيان بأكمله، وشكرا على حسن استماعكم. إلى قادة جميع الأقطار العربية والإسلامية، فاعتبروا يا أولي الأبصار بما حدث في تونس ومصر. في هذا البيان يوجه الإمام المهدي إرشاد إلى قادة وخطباء المنابر في جميع الأقطار، ويبين من هم المسؤولون. يذكر الإمام من سوف يؤتى كتابه بشماله من الملوك والرؤساء الظالمين، ما سوف يقول في ذلك اليوم يوم القيامة. في هذا البيان يبين الإمام الكريم ويعلم طريقة الهدى الحق في محكم الكتاب للأنبياء والمرسلين ومن تبع طريقة هداهم. في هذا البيان الإمام المهدي المنتظر يقسم ويقول أن لو استطاع كافة علماء الطوائف الثلاث النصارى واليهود والمسلمين وجادلوا الإمام ناصر محمد اليماني، واستطاعوا أن يغلبوا ناصر محمد اليماني في مسألة واحدة فقط، وغلبهم الإمام في 99% من مسائل الدين، فعلى جميع أنصاره في العالمين التراجع عن اتباعه. في هذا البيان يبين الإمام المهدي المنتظر كيف أن الكثيرين ممن أظهرهم الله على دعوة الإمام في الإنترنت العالمية من الشيعة والسنة أن سبب إعراضهم عن الاستجابة لدعوة الإمام ناصر محمد اليماني للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم هي فتنة الاسم، فما يقصد بذلك. في هذا البيان يبين الإمام المهدي البيان الحق في قوله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، حيث أن الكثيرين يقول أسمع أن بيانها أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد في السماء ومحمد في الأرض، ولكن هذا البيان لا يقتنع به العقل. في هذا البيان يهنئ الإمام المهدي المنتظر الأمة العربية والإسلامية انتصار ثورة الشعب المصري على فرعون الطاغية، ولكل ظالم النهاية، إن نصر الله قريب. ونترككم مع البيان بالحق.